بعد أسبوعين من الاضطرابات والاحتجاجات والصدمات الدامية مع عناصر الأمن التي أساءت كعادتها التعامل مع مسيرات سلمية لمواطنين خرجوا للتعبير عن رفضهم مشروعاً رأوا أنه سيسبب لهم ألماً ومرضاً، تفاقت الأزمة وزادت في حدة الاحتقان. بعد أسبوع من المظاهرات والكر والفر استرجعت بلدية زيغود يوسف أنفاسها وهدوءها وإن بحذر شديد. تنقل الوالي حسين واضح إلى عين المكان ولقاؤه ممثلين عن السكان ومحاورتهم ساعات طويلة أفضيا إلى الاستجابة لمطلبهم برفض إقامة مفرغة بالبلدية كانت ستلوث المنطقة وتهدد صحة السكان وتهلك الحرث والزرع وتسمم الجو والهواء. الوالي وعد السكان بتجميد المشروع بعد أن تأكد أن مخاوفهم مشروعة إلى أن تثبت الدراسات خطورة المشروع على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. تدخل الوالي كان متأخرا جدا، هذا ما أجمع عليه الملاحظون، إذ وجب انتظار أسبوع كامل من الاحتجاجات توجت بمسيرة سلمية حاشدة الجمعة الماضية خرج فيها سكان البلدية تتقدمه ابنة الشهيد زيغود يوسف وتتعرض لهم قوة مكافحة الشغب بعنف مفرط وغير مبرر. استعملت فيه قنابل مسيلة للدموع وهروات ورصاص مطاطي فأصيب واعتقل العشرات. أحداث أججها إلى جانب انحراف قوات الأمن نحو استعمال العنف المفرط سوء تقدير من السلطات المحلية أفضت إلى حرق سكن رئيس الدائرة الذي قيل إنه شتم المواطنين الغاضبين، مما زاد في شدة الغضب فقام بعض الشباب بإضرام النار في بيته. كان يجب أن يحدث كل هذا ليقتنع الوالي بأن الخطب جسيم ويستحق أن يكلف نفسه عناء الذهاب إلى المنطقة لمعالجة الوضع مباشرة. إنها قمة الاستهتار والاستخفاف بصوت المواطن وإرادته، يقول سكان زيغود يوسف الغاضبون. وهكذا تفعل السلطات المحلية دائما، أسوة بالسلطة المركزية التي لا تستمع إلا لمن يحتج متظاهرا أو سائرا أو مهددا في الشارع. وما منع فخامة الوالي يتساءل أعيان بلدية زيغود يوسف من الخروج من برجه العاجي في الساعات الأولى من بدء الاحتقان، فيكفي المنطقة والناس والسلطات شر كل هذه المعاناة والتصعيد ويطفئ نار الاحتجاج وشعور الناس بالظلم والتهميش والغبن. فقد أكدت التقارير الإعلامية أن المواطنين ما خرجوا حبا في الفوضى أو تحديا للسلطات المحلية، بل خرجوا بأسلوب سلمي ليثبتوا خطأ قرار فتح المفرغة أو ما يسمى الردم التقني وخطورته على الجميع. وأثبتت الدراسات حسب الخبراء الذين خاطبوا الوالي أن حجتهم دامغة ومخاوفهم في محلها. هكذا هي السلطة وهذا هو ديدنها يجمع المحللون، لا تتحرك حتى ينغرس الفأس في الرأس وتزيد من حدة الاحتقان برفض محاورة المواطنين وتجبرها عليهم، ثم تهرع إليهم عندما تتأكد أن خيارها الأمن لن يجدي نفعا والأمور على وشك الفلتان لتعود إلى نقطة البداية بعد الخراب. ما حدث في زيغود يوسف بولاية قسنطينة حلقة أخرى من حلقات انخلاف السلطة وأخطائها القاتلة والمتكررة. Get out! Get out!